بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة وما بنزهقش ان احنا نقول ادينا داخلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب زي ما اتحرمنا منه في الدنيا، يا رب اجمع بيننا وبينه على الحوض لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين. داخلين على حبيبنا المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي لأنه مش موجود في بيته، فطب فين النبي مع 12 شاب زي الورد قاعد بيكلمهم وبيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ مش بيدعوهم إلى الله، هو دعاهم إلى الله خلاص، بس هم جايين يبايعوه بيعة العقبة الأولى. فواقف معاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 شاب من يثرب من مدينة المنورة، وعمال بيكلمهم وبيكلفهم بالدعوة وبيعرفهم ازاي يدعو الى الله سبحانه وتعالى وازاي يحملوا رسالة الاسلام وازاي يكونوا سفراء لهذا الدين العظيم. والحمد لله اخذوا الدرس وتعلموا الدرس الجميل من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورجعوا على المدينة دعاة الى الله سبحانه وتعالى. ال 12 دول هيعملوا دور كبير جدا جدا في المدينة، لكن النبي حس ان هم لسه ما لحقوش ياخدوا الفترة الجميلة اللي المفترض ان هم يتعلموا فيها بقى العلم الشرعي من قرآن من سنة من فهم من خلق من تعلم من سلوكيات من أخلاقيات. فالنبي أراد أن يترك على الحديد وهو ساخن، فراح باعث وراهم مباشرة تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، خد بقى الوقت الكافي الجميل في انه يتعلم ويدرس ويتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فراح باعث وراهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب ابن عمير كلكم عارفين القصة، ده كان أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة. أول سفير للإسلام كان مصعب ابن عمير، ولذلك درس الليلة بعنوان النبي وسفراء الإسلام. مصعب ابن عمير حبيب قلبي لما راح هناك ما شاء الله تخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. قعد مع واحد اسمه أسعد بن زرارة قدام بيت أسعد، وبدأوا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ مصعب كل واحد معدي كده يوم جايبه ومكلمه بأدب وهدوء وسكينة كده وجميل ما شاء الله، وبكل رحمة وبكل حنان، ويقرأ له آيات القرآن ويقرأ له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يسلم ومنهم من يرفض، لكن كان أكثرهم كان بيسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان على رأس هؤلاء طبعا أكبر اثنين أسلموا كانوا سبب في نشر الإسلام في المدينة المنورة، أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، اللي جاء إلى مصعب بن عمير وقال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتر صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فمصعب بن عمير نفس الكلام ده تقال له من أسيد بن حضير، وتصرف معاه نفس التصرف، لأن الإنسان اللي عنده خلق ما بيغيروش ما بيبدلوش، ما بيقولش حسب الظروف والأحوال، ما بيقولش حسب الأشخاص، الكويس بقى كويس معه والوحش بقى أوحش منه. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إمعة. قالوا كيف يكون إمعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت إليهم، ألا فليوطن أحدكم على أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم معلم البشرية اللي ربنا وصفه قال من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ لما قال الكلام دوت لمصعب بن عمير، مصعب راح متبسم كده البسمة الحلوة الجميلة بتاعت الناس الهادين، بتاعت الناس اللي قلوبها مليانة إيمان، بتاعت الناس اللي بتطبق سنة النبي اللي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فراح متبسم وقال له أوى تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. كنت دايما بقول الكلام دوت في بداية ظهوري على الفضائيات من حوالي 10 سنين مثلا، كنت بقول لهم يا جماعة اسمعوا منا وما تسمعوش عنا، يعني اسمع مني وما تسمعش عني. ما كان ساعتها طبعا بقى في النظام السابق كان بيوصفوا كل إنسان يعني يتأسى بالنبي عليه السلام يقول لك دول متطرفين وإرهابيين ومتشددين ومتعصبين ومتنطعين وشوية بقى كده كتالوج ما يخلص خالص. فبقول اسمعوا منا وما تسمعوش عنا، يعني أهو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. بدل ما أنت واخد لنفسك مثلا حاجز كده أنك تسمع دين لمجرد أنك سمعت أن الناس المتدينين دولت اسكت متعصبين جدا ومكشرين على طول وقافلين الدنيا ومسودينها وضربين 111، اسمع اسمع زي ما قال مصعب بن عمير أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلت. لأن الإنصاف أن أنت لما تلاقي الحق مع غيرك اقبله اقبله، يعني سبحان الله. وإلا كففنا عنك ما تكره، لو لقيت إن إحنا معناش الحق ده. مصعب بن عمير بيقول لسعد بن معاذ بيقول لو ما لقيتش معانا الحق يا سيدي نكف عنك ما تكره ونمشي ونروح بلدنا. فقال له لقد أنصفت. فجلس سعد بن معاذ أمام مصعب بن عمير الذي سمع القرآن مباشرة بلا حواجز وبلا وسائط، سمعه مباشرة من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي سمعه مباشرة من جبريل عليه السلام، اللي سمعه مباشرة من رب العالمين سبحانه وتعالى وجل جلاله. فسعد بن معاذ قاعد بيسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، فإذا به يبتسم حتى قال أسعد بن زرارة والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، والله شفنا الإسلام في عينيه قبل ما هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ سعد يسأله كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين، ده الدين ده جميل قوي حلو قوي قوي، ومال الناس كان بيقولون الدين ده وحش ليه وكله تطرف وإرهاب وناس وحشة وناس متزمتين، ده الدين ده ما فيش أجمل منه. فقال له تغتسل وتنطق الشهادتين. فاغتسل ونطق الشهادتين وراح رايح للقبيلة بتاعته اسمها بني عبد الأشهر، كانت قبيلة كبيرة جدا في المدينة، وراح بقمة ذكاء الداعية رغم انه لسه ما تعلمش دروس الدعوة بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا بيفتح بقى البصيرة بقى ويفتح عيون عين القلب كده وتشوف الحقائق ما شاء الله، ويقدر يتصرف طالما أخلص النية لله إن تصدق الله يصدق. فراح رايح وقال يا بني عبد الأشهر، فطلعوا كلهم قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ أنا إيه بالنسبة لكم؟ قالوا أنت إيه؟ سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأيماننا نقيبة، أنت اللي فينا. فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. أول سفير من سفراء الإسلام كان مصعب ابن عمير، سفير عرف يعني ايه يوصل دعوة، عرف يكون ازاي سفير يوصل الخير ويوصل الدين ويوصل السنة لأهل المدينة، لحد ما كان سبب في نشر الإسلام في المدينة، لحد ما مصعب لما رجع للنبي في العام الذي بعده كان تقريبا ما فيش بيت في المدينة المنورة إلا ودخله الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل مصعب ابن عمير أول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف السفير رقم 2. السفير رقم 2 هنقعد معاه شوية لأني يعني سبحان الله كان قصته حلوة قوي وكان مواقفه عجيبة الشكل. السفير رقم 2 كان جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر ابن أبي طالب ده اللي في يوم من الأيام قدر إن هو يغرس شجرة للإسلام في أرض الحبشة، فربنا أكرمه بأنه لما ينال الشهادة
ينال شهادة من نوع كده، حاجة سبيشال قوي، حاجة خاصة جدا، يجي تتقطع ايديه اليمين في سرية مؤتة، ياخد الراية بايديه الشمال، تتقطع ايديه الشمال، ياخذها بين عضديه، يتقسم نصين، فيبدله الله عز وجل بدلا من يدي بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن مع جبريل وميكائيل، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن. شيء عجيب جدا، حاجة عجيبة قوي. لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صعب عليه اللي بيتعمل في الصحابة. النبي في الوقت دوت كان قريش كانت بتخاف تقرب له يعني شويه، طبعا كان في ايذاء للنبي عليه السلام، بس ما كانش بدرجه الايذاء المسلط على كتير من الصحابه، لان النبي كان قبيلته كبيره، فكان قريش كانت بتخاف من القبيله دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كان عمه برضه كان بيحميه، عمه اللي هو ابو طالب اللي رفض ان هو يسلم، لكن في النهايه كان بيحميه، كان بيحمي النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام صعب عليه منظر الصحابة هم بيتعذبوا في رمضاء مكة، فما كان منه إلا أن قال لهم: اذهبوا أو هاجروا إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا. خد بالك، النبي قاعد فين؟ النبي قاعد في مكة، بس عارف إيه اللي بيدور في الدنيا اللي حواليه. لحسن تحسبه أن المسلم المفروض أن هو يكون عايش حياة كده، يعني بيصلي وبيعبد ربنا وبس، وملوش علاقة بالعالم الخارجي. لأ، الداعية ده لازم يكون مثقف دينيا، سياسيا، اقتصاديا، جغرافيا، كل ما تتخيله. الداعية ما بيكونش ملم بالأحكام الشرعية وبس، لازم يكون عارف ايه اللي بيحصل في الكون اللي حواليا، لازم اكون عارف متجددات العصر، لازم اكون عارف ازاي اوصل الدعوة بشكل جميل يرضي جميع الأطراف، وفي نفس الوقت لا يغضب الله سبحانه وتعالى. مش هوصل دعوة وجامل الناس على حساب هذا الدين، مش هأرضي الناس وأسخط المولى عز وجل أبدا. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ده كلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لهم روحوا الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله أكبر. الملك ده مسلم أبدا، ده نصراني، ولكن رجل محترم، رجل محترم، رجل مهذب، رجل عنده دين، رجل عنده أخلاق، رجل عنده مبادئ، عمره في حياته ما يظلم حد ابدا. والنبي عرف وهو في مكه ان الرجل ده ما فيش حد بيتظلم عنده ابدا. هاجر المسلمون الى الحبشه الهجره الاولى، وحصل موقف كده ان بعد ما هاجروا الهجره الاولى، كان في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدام الكعبه بيصلي، والصحابه واقفين بيصلوا وراه، والمشركين وراهم عدد كبير جدا عمالين بيتفرجوا على النبي وعلى الصحابه. وفجاه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الإمام البخاري في الرواية العجيبة دي بقى، يقول لك فسجد، طبعا الإمام البخاري بيروي الحديث عن الصحابة الذي روى الحديث، يقول لك فسجد النبي وسجد خلفه أصحابه، ثم سجد المشركون خلف النبي وأصحابه. فبعض المسلمين من الصحابة فهموا الموضوع غلط، قال لك بس ما دام سجدوا يبقى أسلموا. هم ما خدوش بالهم إن من روعة وجلال القرآن المشركين قلوبهم تصدعت، مش ما بقوش مستحملين، فأول ما سمعوا فاسجدوا لله واعبدوا راحوا ساجدين خلف النبي والصحابة. بعض الصحابة راحوا باعتين لمين؟ للصحابة المهاجرين في الحبشة: تعالوا، ده الدنيا بقت جميلة والحياة بقت بامبي وما شاء الله والحمد لله، والمشركين أسلموا، وأبو جهل وأبو لهب بقوا إخوة في الله وكده، يعني وقت الدنيا جميلة، واخد بالك؟ فطبعا لما رجعوا لقوا المأساة ما هي، بل ازدادت. فمنهم من دخل وعذب، ومنهم من عاد إلى الحبشة، وانضم إليهم قافلة كبيرة، يعني كانوا حوالي 80 واحد وواحدة سافروا إلى بلاد الحبشة. كان من ضمن من هاجر إلى الحبشة كان جعفر ابن أبي طالب. فالمشركين استغلوا الفرصة، قالوا بس المسلمين هيلاقوا مأمن ليهم في بلاد الحبشة، ويروحوا هناك بقى ويستقروا ويعيشوا وينبسطوا. لا، ده احنا نروح نكتم على نفسهم، ونبعت اتنين بقى سفراء للمشركين علشان يطلبوا من النجاشي اللي هو ملك الحبشة ان هو يرجع المسلمين دولت مرة تانية عشان نعذبهم في مكة. بعتوا وراهم مين؟ بعتوا عمرو ابن العاص، كان لسه ما اسلمش، وبعتوا عبد الله ابن ابي ربيعة، وبعتوا معاهم كمية هدايا كبيرة جدا
علشان يروحوا يرشوا البطارقة اللي موجودين حوالين النجاشي، وقالوا لهم أول بس ما نخش على النجاشي ونقول له عايزين نرجع الشباب دولت إلى مكة، لحسن دولت يعني سفهاء أحلام ودول عملوا وسووا ومحتاجين نرجعهم مكة مرة تانية، تقولوا أيوة فعلا صدقوا وتصدقوا على كلامنا عشان يرجعهم إيه معانا مرة تانية. قالوا خلاص ما فيش مشكلة. إيه اللي حصل بقى؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. بيت الرسول ونسعد بنور ود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف دلوقتي جعفر بن أبي طالب في بلاد الحبشة ومعاه المسلمين، والمشركين بعتوا عمرو بن العاص وبعتوا عبد الله بن أبي ربيعة علشان يطلبوا من النجاشي أنه يرجع المسلمين مرة تانية إلى مكة عشان يعذبوا ويتفتنوا في دينهم. فما كان منهم إن هم قدموا رشاوى كده هدايا للبطارقة ودخلوا على النجاشي وقالوا له يعني إن الغلمان دولت عملوا وسووا ومطلوبين في مكة ولازم ترجعهم لينا، وإحنا أعلم بهم وأعلم باللي هم عملوه. فالنجاشي زي ما النبي قال بالظبط فإنه لا يظلم عنده أحد، قال لأ مش ممكن ما رجعهمش إلا ما أسمعهم الأول أشوفهم بيقولوا إيه، لازم أسمعكم وأسمعهم هم كمان. فالمهم وصل هذا الكلام إلى المسلمين وعرفوا إن النجاشي طالب لقائهم غدا، فقالوا لابد إن احنا نقدم واحد يبقى هو ده المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي. مين اللي هيكون المتحدث الرسمي؟ قالوا مفيش غير جعفر ابن أبي طالب. قالوا خلاص هيروحوا يقدموه. خد بالك مطلوب من جعفر بن أبي طالب إن هو يقدم للنجاشي صورة متكاملة عن الإسلام في دقيقتين. الملوك مش فاضيين للكلام الكتير، لما تقف قدام ملك ما ينفعش تقعد تحكي له الحكايات بتفاصيلها، لازم تقول له موجز موجز فقط كده لكل الكلام اللي انت عايز تقوله. تخيل حضرتك لو كنت مكان جعفر بن ابي طالب، مطلوب من حضرتك انك هتقف قدام ملك من ملوك الدنيا وتحكي له عن الاسلام، هو لسه ما اسلمش، تحكي له عن الاسلام وتختصر له الموضوع كله من الف للياء في دقيقتين، وتعرض عليه هذا الامر في دقيقتين، واما ان يقبل واما ان يرفض. فما كان من جعفر بن ابي طالب الا انه عرض له الاسلام كله في خمس محاور في دقيقتين فقط، خلى النجاشي يبكي ثم بعد ذلك دخل في الاسلام. تعالوا نشوف المحاور التي عرضها جعفر بن ابي طالب، وانا متعمد اقرا لكم بالحرف عشان تشوفوا ماذا قال في دقيقتين. المحور الاولاني، أول حاجة بدأ يعرض عليهم مساوئ الجاهلية اللي كانوا عايشين فيها عشان يحس بالمأساة اللي هم كانوا عايشين فيها وسط المشركين. فقال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. طبعا ده في قمة الذكاء من جعفر ابن أبي طالب. ليه؟ لأنه ذكر له أشياء حبيب قلبي لا يختلف عليها اتنين حتى لو ما عندهمش دين. فيش حد في الدنيا يختلف على إن الفواحش حرام وعبادة الأصنام حرام وأكل الميت حرام وقطيعة الأرحام حرام، إنما ما ذكرلوش حاجات ممكن نختلف عليها. وده يعني ما يكونش ذكاء عند الدعاية لما يجي يدعو الناس ويكلمهم في حاجة هيكلمهم في حاجة معينة ممكن نختلف عليها، هل هي حرام ولا مش حرام، هل هي مكروهة ولا مش مكروهة. لا، ما يذكرش الأمور اللي فيها خلاف، يذكر الأمور اللي إيه مسلمة حتى لو كان إنسان ما عندوش دين لكن عنده أخلاق. فقال له الحياة دي، ده أول محور تكلم به جعفر ابن أبي طالب. المحور الثاني بدأ يعرفه بصاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم، قال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. خد بالك بقى يعني ما هوش غريب عننا، ده مش واحد مثلا احنا ما نعرفش لا اصله ولا فصله، لا ده احنا عارفين نسبه وحسبه واخلاقه وسلوكياته وعارفين من ايام الجاهليه ان هو الصادق والامين صلى الله عليه وسلم. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. قال فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أظن دي برضو حاجة ما يختلفش عليها اثنين،
فعرفه بشخص النبي وايه والنبي مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. برضو النجاشي سمع الكلام ومنبهر ومبسوط لان الكلام ده كله ما يزعلش اي حد. طبعا واحد جاي لنا بيقول لنا الحجاره دي ما ينفعش تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، والخمر ما ينفعش تشربوها، واكل الميت ما ينفعش حرام، والقتل والسلب والنهب كل ده حرام. ثم بعد ذلك بدا يعرض عليه المحور الثالث، بدأ يعرفه الأول، عرفه مساوئ الجاهلية، تاني حاجة عرفه بشخص النبي اللي هو صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، المحور الثالث بدأ يعرفه بالإسلام، بدعوة النبي، بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال له فأمرنا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله تعالى وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الله، هو ده ديننا، هو ده ديننا، هي دي أخلاق نبينا، هي دي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ودي رسالة بنوجهها للي بيقول إن الإسلام انتشر بحد السيف. أهو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي علمنا أداء الأمانة، صدق الحديث، الوفاء، الإخلاص، البعد عن قول الزور وقذف المحصنات وكذا وكذا وكذا. دين بينظف البني آدم وبيخليه إنسان، بيخليه فعلا بني آدم. والله ساعات بعض أقول إحنا من غير النبي كنا نسوى إيه؟ يعني بجد لو كان إحنا عايشين حياتنا بلا دين وبلا أخلاق وبلا حواجز تمنعنا من ارتكاب أي شيء يغضب ربنا، الكون ده كان يبقى شكله ايه؟ ده هو بالدين وبالاخلاق وبكل دوت، ورغم ذلك اديكم شايفين الدنيا عامله ازاي؟ امال لو ما كانش فيه دين بقى ولا اخلاق ولا اي حاجه، ده ما كانش حد يعيش في الدنيا دي لحظه واحده. سبحان الملك. عشان كده بنقول للناس اللي بيتهموا الدين وبيقولوا ده الدين ده دين عنف وانتشر بحد السيف وانتشر بكذا وانتشر بالعنف والارهاب و بنقول لهم تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيرفض حتى الدعاء على المشركين إلا في حالات نادرة جدا. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله والمشركين عمين بيعذبوا المسلمين، قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله، ده ربنا اللي قال عنه كده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يجي في يوم الطائف لما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري ومسلم، يضرب لحد ما تدمى قدماه من الدماء صلى الله عليه وسلم وتنزف دماءه الشريفة، ويخش البستان ويبكي ويقول إيه يعني، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين يا جماعة؟ هوان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي هو أفضل من الإنس والجن والملائكة، أفضل مخلوقات الله على الإطلاق، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو يعني أنا مش قادر أقول، يعني ما فيش حد في الدنيا توصل غلاوته عند ربنا زي غلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول له وهواني على الناس. عشان كده بعدها على طول كانت رحلة الإسراء والمعراج كأنها رسالة من الله، بيقول له هوانك على الناس؟ أنت عايز تعرف قدرك يا رسول الله، تعالى اطلع، اطلع في السماوات السبع وشوف احتفاء واحتفال الملائكة بيك، وشوف احتفالي أنا صاحب الملك والملكوت جل وعلا فاطر السماوات والأرض، شوف احتفالنا بيك في السماوات العلى هيكون ازاي، إن كان أهل الأرض قد مقتوك أو أغلب أهل الأرض قد مقتوك ورفضوا دعوتك وحربوك، فتعال واعرف قدرك بين أهل السماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويجيله ملك الجبال يقول له يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، فيقول لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إن الدعوة انتشرت بحد السيف. كلنا عارفين إن النبي، ومش عايز أعيد تخريج الحديث ده كتير، النبي كانت قوته ب4000 رجل، ومع ذلك في 23 سنة ما قتلش إلا واحد بس، وكان ليها أسباب وكلكم عارفينها.
فالنبي لو كان سفاكا للدماء زي ما بعض المستشرقين وبعض الكفار بيقولوا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بالقوة دي كان قتل كل الكفار وخلص منهم، لأن هم عاملين بيعندوه بيحاربوه وقتلوا كتير من أصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ما كانش ده همه. النبي يعرف أن غلام يهودي، والحديث رواه البخاري، غلام يهودي مريض يخش عليه عشان يدعوه إلى الله ويقول له يا غلام أسلم، فالغلام يبص لأبوه فيقول له أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فيمسح النبي على لحيته وهو يبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. تمر جنازة واحد يهودي، والحديث أيضا رواه البخاري، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنازة من هذا؟ فيقول جنازة رجل يهودي مات بأقصى المدينة يا رسول الله. فيبكي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون يا رسول الله أتبكي لموت رجل يهودي؟ قال أجل، أليست نفس؟ هو ده مش نفس، هو في رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دي دعوته حتى في الحرب يا جماعة. والحديث رواه مسلم، كان إذا أمر سرية يقول لهم أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تقطعوا نخلا ولا تفعلوا كذا وكذا. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، حربه كانت كلها أخلاق، ما كانتش حرب من أجل التصفية الجسدية ومن أجل الانتقام وسفك الدماء، وإنما كانت كلها من أجل الدفاع عن الإسلام ومن أجل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. لدرجة إن النبي كان ينهى عن قتل وعن إيذاء أهل الذمة والمعاهدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح، مش هيشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. طبعا في أحاديث تقول لك 500 عام وأحاديث تقول 100 عام، ولا تعارض بين الأحاديث، لأن في إنسان هيشم ريحة الجنة من على بعد 100 عام، خد بالك، وده إيمانه قوي جدا، وفي واحد يشمها من على بعد 40 سنة كما في رواية أخرى وده إيمانه أشد، وفي واحد يشمها من على بعد 500 عام وده إيمانه أقل من الاثنين دولت. وهكذا يتفاوت درجات الإيمان في قلوب الناس. وفي الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل مع الحديث ده، الحديث ده نفسي وأقسم لكم بالله أتمنى، نفسي اكتبه على يفط كده، واليفط دي توزع على كل شارع في كل دولة على الكرة الأرضية. يقول صلى الله عليه وسلم، وتخرير حديث خذوه، رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه، لو أمنت واحد كافر قلت له أنت في أمان. الأمان في العصر الحديث ممكن يطلق عليه على التأشيرة، لو واحد دخل بلدي وهو كافر مش مسلم، واخد بالك، وانا اديته التاشيره، ده بيسموه في الاسلام عقد امان او عهد امان، انا امنتك بشرط ان انت تحافظ على بلدي وانا كمان احافظ عليك. شوف قد ايه الاسلام، قال من امن رجلا على دمه فقتله، ايه اللي يحصل يا رسول الله؟ قال فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. يا الله، لو واحد مسلم امن واحد كافر على دمه وقتلوا، النبي يتبرأ من المسلم ولو كان المقتول كافرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لجعفر بن أبي طالب، قلنا قال 3 محاور، تعال نشوف المحور الرابع والخامس في عجلة سريعة، وبرضو أنا متعمد أقرأ لكم المحاور عشان تشوفوا ماذا قال جعفر بن أبي طالب في 2 دقيقة للنجاشي. المحور الرابع بدأ يحكي له الظلم اللي حصل لهم من كفار قريش عشان يرقى قلب النجاشي. قال له فصدقنا، أي صدقنا النبي محمد اللي هتصلوا عليه دلوقتي صلى الله عليه وسلم، قال له فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام من عبادة الله جل وعلا. عايزين يرجعونا نعبد الأصنام تاني ونترك عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. بيقولوا شفت يعني ملك الحبشة النجاشي، شفت احنا حصل لنا ايه؟ كل اللي عملناه ان احنا عبدنا ربنا وبقينا اللي ربنا أحل لنا أحللناه، واللي ربنا حرمه علينا حرمناه، وبدأنا نعبد ربنا ونبعد عن الأصنام وعن الفواحش وعن وعن،
فعذبونا وافتتنونا وأرادوا أن احنا نرجع مرة تانية ونترك عبادة ربنا ونرجع نعبد الأصنام مرة تانية. ثم ختم ذلك بالمحور الخامس والأخير قبل ما نطلع الفاصل، قال له كلمات جميلة جدا في حق النجاشي عشان يرقى قلبه زيادة وزيادة. قال له: فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ما كان فيه ملوك تانيين، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له نجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ يعني معك حاجة من اللي أنزلت على النبي محمد؟ قال له: آه. فقرأ عليه شيئا من صدر سورة مريم، فبكى النجاشي وبكت الأساقفة اللي هم علماء النصارى وبكوا جميعا. ثم قال النجاشي: ما عدا، خد بالك بقى، إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا فوالله لا أسلمكم لهم أبدا. فعاشوا آمنين في بلاد الحبشة، فكان ده السفير الثاني للإسلام في بلاد الحبشة، جعفر ابن أبي طالب. نكمل سفراء الإسلام ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه جعفر بن ابي طالب في دقيقتين بس يا جماعة قدر ان هو ينقل سورة الاسلام كاملة من خلال خمس محاور للنجاشي، لحد ما بكى النجاشي وبكت الاساقفة. وكان الكلام دوت سببا فيما بعد لإسلام النجاشي، وقبل ذلك كان سببا في غرس شجر للإسلام في بلاد الحبشة، وأصبح المسلمون آمنين في بلاد الحبشة. يا ما كان في سفراء كتير جدا للإسلام، ما كانش مصعب بن عمير بس، وما كانش جعفر بن أبي طالب بس، ده بعد ما النبي مات يا جماعة صلى الله عليه وسلم، اللي كان مدفون في البقيع كانوا 10,000، كانوا 10,000، رغم ان اللي كانوا موجودين مع النبي عليه السلام في حجة الوداع، خدوا بالكم بقى، كان 24,000 صحابي. 24,000 صحابي؟ اه نعم. امال الباقي ده راحوا فين كلهم؟ الباقي ده كله خرج للجهاد وللدعوة الى الله سبحانه وتعالى، كانوا سفراء للإسلام. التاجر من تجار الصحابة كان ينزل بلاد الكفار، كانت كل البلد دي كلها تسلم بأخلاق التجار اللي كانوا بينزلوا. الله أكبر. لو كان واحد حتى عابر سبيل من الصحابة ينزل بلاد كفار، كان بيكون سفير للإسلام بأخلاقه ومعاملاته. كان من ضمن المشاهد العجيبة جدا إن في بعض المسلمين لما راحوا بعض البلدان في روسيا، ففوجئوا بحاجة عجيبة قوي، فوجئوا ببعض المساجد الصغيرة جدا اللي موجودة على قمم الجبال. فاستغرب وسأل: إيه اللي جاب المساجد دي فوق قمم الجبال؟ قالوا: بعض الصحابة والتابعين لما كانوا بيلفوا بلاد العالم ينشروا الإسلام، فكانوا هم ماشيين يلاقوا ناس عايشين، ناس أعداد قليلة جدا عايشة موجودة فوق قمة الجبل، فكان يطلع الجبل ده ممكن يقعد مثلا فترة أسبوع على ما يوصل لقمة الجبل، ويوصل هو تعبان ومش قادر، مجرد بس انه يطلع وبأخلاقه ومعاملاته وبسمته الحلوة ومعاملته الطيبة وأدبه وأخلاقه كان يوصل له فكرة الإسلام، فكان يسلمه. ولما كان يعوز يصلوا، طب يروحوا يصلوا فين؟ فكان يعملوا مسجد كده من خشب أو من صفيح عشان يصلوا فيه. وبعد كده المسجد ده فيما بعد يبتدي الصفيح ده يتشال أو الخشب ويتبني حجارة. فوجدوا عدد كبير جدا من المساجد فوق قمم الجبال. أذكر أن أحد المشايخ في أحد المطارات الأوروبية بيقول: رحت هناك فكنت مسافر، وبعدين جه وقت الصلاة وعايز أصلي ولسه الطيارة فاضل لها 3 ساعات، فدخلت للموظف قلت له: سمحت مفيش مسجد هنا؟ قال: لا مفيش مسجد هنا وممنوع الصلاة هنا. فوقف بعيد عن المكتب بتاع الرجل ده بحوالي كده 200 متر واقف ومعاه البوصلة كده، الله أكبر، وقف يصلي. فالراجل بعد ما خلص صلاة فقال له: أنا مش قلت لك إن ممنوع تصلي هنا؟ قال له: ما أقدرش أخر الصلاة، ده ديني. بيقول: فوجئت بفضل ربي سبحانه وتعالى
بعد ما رجعت لنفس المطار ده بعدها بسنتين او ثلاثة، القصة مش فاكرها قوي، بسنتين او ثلاثة لقيت المكان اللي انا وقفت اصلي فيه بقى زاوية بيصلي فيها المسلمون في المطار دوت، سفير للاسلام. يا ما ناس يا جماعة باخلاقها بسلوكياتها بمعاملاتها. بعض الشباب كانوا طالعين امريكا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فاول ما وصلوا في المطار كده وسمتهم جميل والوشوش اللي منوره والعمايه والعمامه الجميله واللبس الابيض والوشوش الحلوه، فواقفين يصلوا، فالامام كان صوته جميل قوي بالقران، فوقف يصلي، فكل اللي نازلين معاهم في الطياره اتلموا حواليهم وعمالين يتفرجوا عليهم كانهم بيتفرجوا على حاجه كده عجيبه جدا. بعد ما خلصوا بدا الناس يسالوا من باب الفضول ايه اللي بتعملوه؟ قالوا بنصلي. انتوا مين؟ احنا مسلمين. وبداوا يتكلموا معاهم. ما خرجوش من المطار الا وخمسه اسلموا واعلنوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. حاجات كتيره جدا. فانا اتمنى ان كل اخواني واخواتي اللي قاعدين قدامي وكل ابائي وامهاتي وبناتي واولادي وكل اللي قاعدين قدامي كلهم يتحولوا الى سفراء لخدمه هذا الدين. يا جماعه احنا عايشين للدين دوت، عايشين لديننا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومش كده وبس، كنتم خير امه اخرجت للناس. ربنا خرجنا للدنيا دي كلها، عايزك تكوني قدوة وعايزك تكوني سفيرة وانت في مدرستك او انت في جامعتك، وعايزك تكون قدوة وتكون سفير في جامعتك بأخلاقك بمعاملاتك بسلوكياتك بوقوفك للصلاة في وقت الصلاة بغض بصرك عن البنات بخدمتك لإخوانك في الجامعة اللي محتاجين منك دروس او شرح او مساعدة او اي حاجة بتساعدهم لله، بان انت تتعامل مع الناس بخلق طيب، بان انت لو معاك سندوتش واخوك جعان تشقه نصين وتاكله وطعام الاثنين يكفي ثلاثه وطعام الثلاثه يكفي اربعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بان حضرتك تلبس الحجاب وتحافظ على حجابك وحيائك وتكون صوره جميله مهذبه للبنت المحجبه اللي محافظه على دينها وبتحب ربنا وبتحب نبيها صلى الله عليه وسلم، بان انت ما تتعامليش مع واحده متبرجه معامله قاسيه وتبص لها بص كده اشمئزاز واحتقار، اتعاملي معاها معاملة حب، اتعاملي معاها معاملة ان هي ممكن تكون محتاجة شوية دواء منك وانت طبيبة بتعالجيها بكل رفق وبكل رحمة. محتاجين الدعوة دي. اذكر والله العظيم الفترة اللي فاتت لفيت جولة كده في بعض الجامعات المصرية للدروس، فكان اخر جامعة رحتها كانت جامعة حلوان. رحت هناك واتكلمت مع الشباب ودردشت معاهم، وانا بطبع مع الشباب احب ان انا ادي معلومه ونضحك مع بعض شويه وندردش شويه ونتكلم في بعض الامور العلميه شويه، لان شباب ومحتاجين ان انت يعني تجذب قلوبهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ففي وسط انا بتكلم بدات اتكلم عن الاحترام والادب اللي لازم يكون ما بيننا، وربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا، ما قالش للمسلمين بس، قلت لهم فلازم نحترم المسلم وغير المسلم ونكون مؤدبين مع نصراني مع غير نصراني مع اي واحد غير مسلم نتعامل معاه بادب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس الناس مش المسلمين بخلق حسن. ولان ديننا عالمي في اول ايه الحمد لله رب العالمين مش المسلمين بس، اخر سوره قل اعوذ برب الناس مش المسلمين بس، فديننا دين عالمي. ففوجئت بعد ما وانا في المحاضره كده بعد ما خلصت الكلام الاسئله جياني، فما جاوبتش على الاسئله لكن بصيت على ورقه واذا ببنت نصرانيه والله العظيم بعتالي بتقول لي اشكرك من كل قلبي على اسلوب دعوتك وانا نصرانيه وعايزه اسلم. الله اكبر. خلصت المحاضره دخلنا جوه، كنا معزومين على الغدا في الجامعه، وبعدين فوجئت بمنظر عجيب. الرجل اللي هو وكيل الكليه بيقسم لي بالله بيقول لي والله العظيم الشاب اللي كان واقف بيصورك وكان مصر ان هو يصور المحاضره شاب نصراني وبيحبك. فوجئت لقيت اللي اعدي لنا الطعام في كذا طباخ، في اكتر من 10 ولا 20 طباخ، قال لي راجل الطباخ اللي اعدي ليك الطعام رجل نصراني، وقال ما حدش هيجهز اكل الشيخ محمود الا انا. حاجه جميله قوي. وانا خارج من درس مع الدكتور عمرو الليسي وخارجين، واقسم بالله وكان معايا شاب من الشباب اللي شغالين في القناه، فجاه لقيت شاب جاييني بيسلم عليا وبياخدني بالحضن وبيوصني بيقول لي يا شيخ محمود والله العظيم انا بحب حضرتك وانا واسرتي بنتابع كل برامجك، وعلى فكره انا مسيحي واسمي مايكل. ما انساش الجمله دي. راكب انا وزوجتي العربيه داخلين بنزينه، لقيت الشاب اللي بيمولني العربيه بنزين قال لي على فكره انا بحبك ومتابع كل برامجك، وعلى فكره انا نصراني مش مسلم. عارف ليه؟ لان انت ما بتجرحش في الناس،
لان انت بتقولي الناس كلها محل دعوتك، لان انا ما بدعوش المسلمين بس، انا بدعو المسلمين والنصارى وبدعو اليهود وبدعو كل الدنيا. امال ليه ربنا قال عن النبي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين؟ انا اتمنى ربنا يجعلني سبب هدايه النصارى واليهود والمجوس والهندوس والسيخ، كل الدنيا دي كلها اتمنى ربنا يجعلني سبب هدايتهم، مش انا لوحدي بس، انا واخواني. دعاء الله يبارك فيهم جميعا. الدعوه الرحيمه الجميله تكون سفير للاسلام. يكفي ان يجي لك واحد ما هوش على دينك وبيقول لك انا بحبك، هو مش مجبر ان يقول لك الكلمه ديت ابدا، وكان ممكن يقول لك انا بكرهك لان انت بتشتم وبتسب وبتعمل واسلوب دعوتك يعني منفر واسلوبك فظ وغليظ وكذا وكذا، لكن لما يجي يقول لك انا بحبك وتيجي انت تدعوه باسلوب جميل، يا سلام، يبقى ليها اثر لا تتخيلوه. اذكر في يوم من الايام في ظل النظام السابق كنت انا شغال في السعوديه في جمعيه لتحفيظ القران، فوانا راجع كنت واخد هديه كده من مجمع الملك فهد الله يرحمه رحمة واسعة، كنت واخد كرتونة مصاحف اللي هي الصغيرة الزرقاء الجميلة ديت، وكان فيها حوالي على ما أذكر يا إما 200 مصحف يا إما 240، مش فاكر العدد لأن الكلام ده كان أظن سنة 92. فأنا راجع فقلت المصاحف دي كلها تتاخد مني أكيد، فيعني لقيت شاب كده شكله طيب، فقلت له ممكن لو سمحت، هو مش ملتحي، قلت له ممكن تعديل المصاحف دي لأن أنا عارف إن الأمن هياخدها مني، وانا والله جايبها عشان اوزعها على اخواني في مصر يقراوا ويكون في ميزان حسناتي كل حرف قران يقرا. فقال لي حاضر. قلت له ولو عايز اي حاجه انا تحت امرك، بس نفسي اعدل المصاحف دي. قال لي لا انا هعدها لك كده لله، ربنا يبارك فيك. عدها لي المصاحف الناحيه الثانيه من الجمرك، وبعد ما عداها عديت الناحيه الثانيه وسلمت عليه وقال لي المصاحف اهيت. قلت له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك، ولو عايز اي حاجه انا تحت امرك والله، انا بس خفت لا تتاخد مني المصاحف وانا نفسي اوصلها للناس. فقال لي ممكن اطلب منك طلب؟ قلت له اتفضل. قال لي ممكن مصحف في دي؟ قلت له لو عايز خمسه. قال لي لا هو مصحف واحد. خد المصحف وخد نمر تليفوني وانا خدت نمر تليفونه ونزلت مصر. بعد اسبوعين والله لقيت سمعت التليفون، وكان ساعتها الدنيا رايقه شويه، كان سنه يعني 92 حاجه زي كده، فكانت الدنيا رايقه ما كانش في ضغط التليفونات زي كده. فلقيته بيتصل عليا، السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام. قال لي الشيخ محمود طبعا انت ما تعرفش اسمي، لكن انا فلان الفلاني اللي عديت لك المصاحف من الجمرك ساعه لما كنت خايف المصاحف تتاخد مني. قلت له اه ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. قال لي الشيخ محمود اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانا ظننت ان هو مسلم بس بيقول لي الكلمه دي يعني ايه من باب ان بعض المسلمين بيقولوا بعض مثلا ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، فقمت ساكت كده. فقال لي يعني ما حسيتش ان انت يعني اتاثرت بالكلام ده، مش ملاحظ حاجه؟ قلت له انا مش فاهم حاجه والله. قال لي انا مسيحي انا مش مسلم، لكن موقفك معايا وادبك معايا وحرصك ان انت توصل المصاحف ديت للناس عشان يقروها في مصر خلتني احس قد ايه بقيمه الدين دوت، ومعاملتك معايا واخلاقك معايا خلتني احب الدين دوت، فانا عايز اتصل بيك عشان ابشرك ان انا والله العظيم اسلمت، لكن حبيت ان انا اتاكد من ان انا هثبت على ديني، فاتصلت بيك بعد اسبوعين. وقولوا للناس حسنى. فعايزك تكون سفير للإسلام في مدرستك في جامعتك، تكوني سفيرة للإسلام بأخلاقك وبحجابك، لما تلبسي حجاب تكوني سفيرة للمحجبات، ما تبقيش محجبة بتتعاملي مع الناس بفظاظة أو ممكن تكوني قاعدة في قاعدة فبتغتابي أو بتنمي أو بتكذبي أو بتعملي، لا، أخلاق، أخلاق الإسلام. خلي الناس يقولوا ما شاء الله ادي المحجبات ولا بلاش، خلي الناس يقولوا ما شاء الله الله اكبر، حبيب الناس في الحجاب، حبيب البنت اللي مش محجبه اللي تقول والله العظيم انا نفسي البس حجاب دلوقتي بسببك انت. حاجه جميله قوي قوي ان احنا نكون صوره جميله. حبب الناس في الصلاه، لما تكون بتصلي وخارج من المسجد وتتعامل مع الناس بادب وبتواضع وببسم وبلين وبرحمه وبتسلم على من تعرف ومن لا تعرف وبتعامل الناس كلها بادب وبخلق، الناس تقول الله ادي المسلمين وادي المصلين ولا بلاش. عايزك تكون سفير في شغلك، لا تاخد رشوه ولا تكذب ولا تنافق ولا تخش للمدير وتشتكي له صاحبك وتدب اسفين فيه عشان يتاذي ولا تعمل اي حاجه، بل بالعكس تكون كده يعني بتخفض جناحك لاخوانك. انا في يوم من الايام ودي معلومه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، انا اتوظفت في الحكومه اظن قعدت سنه ولا سنه ونص حاجه زي كده وسبتها وتبت الى الله سبحانه وتعالى. المهم يعني ايه، في الفتره ديت
والله الذي لا اله غيره، واللي قاعد قدامي وعارف الموضوع عارف كويس قوي. انا اشتغلت في مكتب، كان اللي شغالين معايا في المكتب كانوا 6، 5 منهم نصارى وواحد مسلم. كنت اقوم واعمل الشاي واقدمه للمكتب كله، ولو عايزين سندوتشات كنت انزل اجيب لهم، ولو محتاجين اي مساعده اعملها، وكنت اساعدهم في كل حاجه، ولو في عبء شغل كنت انا اقوم بيه. لدرجه ان انا في يوم ما مشيت من الشغل ده، الناس اللي مش مسلمين قالوا لي ده اسوأ خبر سمعناه في حياتنا، ان واحد زيك هيسيبنا. شوف لما تترك اثر جميل زي دوت في نفوس الناس بتكون سفير للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضرتك حاجة، انت ممكن الناس تسلم على ايديك دون ان تدري، بخلق، بمعاملة طيبة، بسلوك طيب، ممكن تعمل حاجة قدام الناس كده الناس تتأثر بيهم، مش لازم يقولوا لك، وممكن بعد ما يمشي يعلن اسلامه ويقول اسلمت بسبب فلان. انا قابلت مرة شاب فقال لي انا التزمت بسبب بسمة. قلت له ازاي؟ قال لي خارج من بيتنا متضايق، حصل خناقة بيني وبين زوجتي، قابلت شاب مبتسم فحبيته فقربت له فقلت له يعني ممكن اتعرف عليك؟ قال له انا فلان. رايح فين؟ قال له رايح المسجد. قال له خدني معاك. راح معاه المسجد وهي بدا يدردش معاه، حب الالتزام وحب الصلاه وحب المسجد، وبعد كده بقى هو اللي يعدي عليه عشان يروحوا يصلوا مع بعض ببسمه جميله. فانت في العمل خليك سفير باخلاقك بمعاملاتك، وانت كمان خليك سفيره، خلي دايما عبء الدعوه كده كله على كتافك، ان انت شايله هم ان ربنا يجعلك سبب بهدايه الناس، او ان حضرتك ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خليك سفير وانت في بلاد الغرب، ودي رساله للناس اللي عايشين في بلاد الغرب. وانتوا عايشين في الغرب، ودايما كنت لما اسافر اوروبا وامريكا كنت اوصي اخواني واحبابي بالمعنى ده، اقول لهم يا جماعه انتوا هنا صوره للاسلام، الله يبارك فيكم، لا يؤتى الاسلام من قبلكم. بحزن قوي وبزعل لما اسمع ان في مش عارف في انجلترا ومش عارف فين وفين وفين جماعات ارهابيه فجروا مش عارف ايه في لندن وفجروا مش عارف ايه في باريس. نتقي الله، نتقي الله. طالعين بلاد ما هياش بلادنا، وطالعين والناس فتحت لنا البلاد نشتغل فيها وندعو الى الله فيها ونتجوز ونعيش فيها وممكن نتجنس فيها كمان، وفي الاخر اروح افجر لهم بلادهم ليه؟ ليه؟ طب ما ادعوهم الى الله بالحسنى، طب ما اوريهم صوره خلق المسلم الجميل. بحزن قوي لما الاقي واحد رايح بلاد الغرب عشان يتجوز واحده غربيه ياخد من خلالها الاقامه ويرميها في الشارع. وترميها في الشارع ليه؟ ما دمت عايز تتجوزها اتجوزها وعيش وخد اقامتك وتمتع بحياتك وعيش حياه محترمه ونظيفه وهي عايشه معاك وبتخدمك وبتكرمك، ليه تفتنها في دينها؟ وليه تاذيها؟ ولما بروح هناك وبسمع الكلام ده بحزن جدا، ازاي واحد يروح عشان يشتغل وياخد اقامه وبعد كده البنت اللي اسلمت وحبت الاسلام من خلالك وبعد كده ترميها في الشارع لمجرد انك تقول لها انا خدت مصلحتي خلاص وخدت الاقامه وبقيت عايش في البلد ديت. عايزين نتقي ربنا، عايزين نقدم صورة جميلة للإسلام، عايز أكون سفير لديني، عايز لما أكون في الغرب تقدم لهم صورة حلوة للإسلام. أنا ما بقدمش خمر، أنا ما بقدمش لحم خنزير، إنما أنا بكرمكم وأعمل لكم اللي أنتوا عايزينه كله في حاجة ما فيهاش معصية لله سبحانه وتعالى، ديني بيأمرني بكده. خلي عندك اعتزاز بدينك، مش عشان في قاطر القرش أروح أقدم خمر وأقدم خنزير وأعطي الدنية في ديني عشان خاطر فلوسي، لا أبداً. ده هو يحترمك ويزداد احترامه ليك لما يعرف ان انت بتحترم دينك. في احد الاحياء في نيويورك كنت رحت هناك اتعزمت في مكان، فواحد قال لي احنا هنا في واحد بتاع مصنع حلويات هنا ومحل حلويات، بسبب انه عارف ان احنا ناس مسلمين كتير ساكنين في المنطقه دي وعارف ان احنا ما بناكلش ابدا حلويات فيها خمره، فقال انا مخصوص عشانكم هبطل تصنيع الحلويات بالخمر وهعمل لكم حلويات مخصوصه خاليه من الخمور. فاحترم الناس ديت وعمل لهم حاجه مخصوصه. فعايزين نكون دعوه للناس ديت، عايزين نخلي الناس دي تشوف الاسلام العملي، الاسلام اللي على ارض الواقع، يشوفوا اخلاقنا، سلوكياتنا، معاملاتنا، امانتنا، غض بصرنا عن نسائهم، لو اتجوزناهم نحترمهم ونحافظ عليهم ونكرمهم ونخليهم يسلموا ويحبوا الاسلام من خلالنا. عايزك تكون قدوه، لو كنت صحفي تكون سفير للمسلمين في الصحافه، ما تعتمدش على الاخبار اللي فيها فرقعه حتى لو كانت كاذبه، وما تعتمدش على الاخبار اللي فيها
نشر فضايح الناس، استر الناس عشان ربنا يسترك، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خليك سفير للإسلام في الصحافة. لو كنت إعلامي ما تهتمش قوي بالمواضيع اللي فيها فرقعة وخبط ومش عارف ايه عشان تعمل تحقيق صحف او تعمل موضوع إعلامي كده يكسر الدنيا. قدم حاجة تحترم فيها دينك وأخلاقك ومعاملاتك، وصدقني الناس هتحترمك وهتحترم دعوتك وأسلوبك الإعلامي الجميل. خليك سفير للإسلام حتى لو كنت في مؤسسة عسكرية زي الجيش أو الشرطة. جميل جدا نخش اسم شرطة تلاقي ضابط متدين ومحترم، مش لازم يكون ملتحي بس المهم يكون متدين، يعني يكون عنده أخلاق، بيقابلني ببسمة بيعاملني بأخلاق. ويا سلام لما أخش ألاقي ضابط جيش وما شاء الله خلق الدنيا كله فيه، ده دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عايزك تكون سفير لمن يريد أن يسلم. شفتوا حضراتكم كات ستيفن اللي كان مطرب فريق خنافس وأسلم وسمى نفسه يوسف إسلام وبنى 50 مسجد ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والأخت الأمريكية اللي أسلمت وبنت 50 مركز إسلامي لنشر الدعوة. عايزين نكون سفراء لهذا الدين. في استقبال رسائلكم وإيميلاتكم وتليفوناتكم، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعض إيميلات حضراتكم. الأخت لطيفة من مصر: يتقدم لخطبتي الكثيرون ومع ذلك لا يتم الأمر، فهل سبب ذلك كما يقال العمل أو السحر؟ لا، أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، مش لازم كل حاجة نعلقها إن فلانة معمول لها عمل، فلانة معمول لها عمل بالوقف أو بوقف الحال، أو فلان معمول له عمل بوقف الحال، أو فلانة معمول لها عمل بإن هي ما تتجوزش. الكلام دوت على فكرة قد يكون، لكن لا نعول عليه. بنقول ممكن ما يكونش فيه نصيب، ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يخبئ لك زوجا يليق بقدرك ومكانتك وأخلاقك. فكل اللي علينا أن احنا نحسن الظن بالله ونكثر من الدعاء، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك من يناسبك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يزوج كل بنات المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت سهام: أبي وأمي يظلمونني كثيرا ويفرقون في المعاملة بيني وبين إخوتي، فأرجو أن نتحدث عن بر الوالدين بأبنائهم وماذا أفعل. عايز أقول لحضرتك حاجة، البر المطلوب مننا بالنسبة للأب والأم مش إن أنا ببرهم عشان هم كويسين معايا، حتى لو كانوا مش كويسين معايا، حتى لو كانوا ربنا يعافينا يا رب، حتى لو كانوا كفار وبيدعون إلى الكفر: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين في المقابل وصاحبهما مصاحبة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو إن الأب أو الأم بيعاملوك معاملة أو بيعاملوا أخواتك أحسن مش مشكلة، طبعا ده يعني يجلب الألم في القلب ويتعب الإنسان، لكن مش مشكلة. احتسب عند الله سبحانه وتعالى وأنت مأجورة، لأنه ما من مؤمن يصاب بهم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة شكوى إلا كفر الله بها من خطايا. أنت المطلوب منك أن أنت تدخلي من خلال الأم والأب دولت أجمل أبواب الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوارد وأوسط أبواب الجنة. أنت عاملين كويس حتى لو هم عاملوك وحش، وعليك بالدعاء، قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول قلوبهم ويعملوك احسن من اخواتك كمان ان شاء الله. معنا الاخت فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ اهلا بحضرتك محمود. أهلا. انا اول مره اكلم حضرتك. ربنا يعز حضرتك. ربي يخليك، انا بحبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. الله يخليك، الله يكرمك. بقول لحضرتك انا عندي بس سؤال كده، ان زوجي دايما يعني بيهني كتير. نعم. وبيتطاول عليا بالفاظ مش كويسه، وانا بخاف الله فيه ويعلم الله يعني. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك، الله يخليك. فمش عارفه والله هو ليه بيعمل كده معايا، وانا الحمد لله رب العالمين يعني بخاف الله فيه وبراعي اولادي وما يرضي الله وبيتي والحمد لله، ودايما بيهني في اي غضب ويعني ويقول لي كلام مش كويس خالص. بصي يا اخت فاطمه، ربنا يعز حضرتك، الزوج اللي بيتعامل مع زوجته بخلق مش كويس، بيسب بيشتم بيضرب بيعمل، احيانا بتكون مشكله من الزوجه، واحيانا تكون مشكله خارج الزوجه، بيكون هو ممكن تكون دي اخلاقه اصلا يعني قبل الزواج، بس احنا ما اكتشفناهاش غير بعد الزواج. فما عليك الا الدعاء والاستعانه بالله. نصيحتي ما ترديش على زوجك، لو زوجك قال مهما قال اوعى ترد عليه، اوعى تقف في الند بالند، راجل قدام راجل ما ينفعش، الزوج ما يجيش بالاسلوب ده خالص. انما ما عليك الا انت لو سمعت منه كلمة يعني مش كويسة قولوا له الله يسامحك، حاولي تبعدي عن المكان اللي هو فيه دلوقتي لما يكون غضبان بالمنظر ده. وعليك، ودي نصيحتي ليك وكل الأخوات اللي بيمروا بنفس الظرف، عليك بدعاء الأسحار، بدعاء السحر، بسهام الليل، قومي بالليل وادعي إن يا رب حسن أخلاق زوجي، يا رب حنن قلبه عليا، يا رب يا رب. وقادر ربنا، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قادر ربنا يحول لسانه ده بدل ما يقول كلمة سب يقول لك كلمة مدح، يقول لك كلمة حب، يقول لك كلمة جميلة يطيب خاطرك. فربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. أختي بتقول: أنا مقيمة في فرنسا وظروفي المادية تلزمني الرجوع إلى العمل، ولا أريد خلع الحجاب داخل العمل لأن الشركة لا تقبل إلا بخلع الحجاب. يعني هي شغالة في شركة وبعدين سابتها، وبعدين عشان ترجع هي مضطرة أنها ترجع عشان ظروفها المادية، لكن الشركة بتقول لازم تخلع الحجاب. وأنا بقول لحضرتك: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. زي ما هتلاقي في شركات بتقول شرط عندي ان انت تخلع الحجاب، هتلاقي في شركات برضو وان كانت قليلة في الغرب بتقول انا موافقة ان انت تلبسي الحجاب. ابحثي
وأخواتك المسلمات في المراكز الإسلامية، لو سألت حد منهم ربما يكون بعضهم فاتحين مشاريع، وربما يكون أزواجهم فاتحين مشاريع، تقدر تشتغل شغلانة وتاكل لقمة حلال وانت لابسة حجابك بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت إيمان، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ يا أهلا وسهلا يا فندم. ربنا يكرم حضرتك يا رب ويسعدك كده ويبارك لنا في عمرك يا رب. آمين اللهم يا رب العالمين. اللهم آمين. هو أنا عندي سؤال واحد بس في الزكاة. اتفضل. هل يجوز للزوجة أنها تخرج جزء من زكاة مالها لزوجها وهو معسر وما بينفقش يعني؟ نعم. ومالوش مورد رزق ثابت. ورد السؤال دوت حينما ذهبت زينب اللي هي زوجة عبد الله ابن مسعود، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله ابن مسعود كان ظروفه المادية كانت بسيطة جدا، وكانت زوجته زينب رضي الله عنهم جميعا كانت ما شاء الله غنية وثرية، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته هل يجوز أن أنا أعطي زكاة مالي لعبد الله ابن مسعود اللي هو زوجها؟ فقال يجوز. ليه يجوز؟ لان ما ينفعش الزوج يعطي زكاه ماله لزوجته، لان هو المسؤول عن ان هو ينفق عليها شرعا، انما الزوجه مش مسؤوله انها تنفق على زوجها شرعا، فيجوز للزوجه انها لو كان زوجها مستحق انها تعطيه زكاه مالها، لكن لو كان مستحق الى حد ما فالاولى ان هي تعطيه جزء من الزكاه وتعطي بقيه الزكاه لناس فقراء معدمين، وربنا يتقبل ويبارك فيك يا اختي ايمان. يا عبد الكريم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. أهلا وسهلا بحضرتك. عندي سؤال بس عن بر الوالدين. اتفضل حبيبي. أنا زوجتي موجودة في لندن. نعم. والوالدة مش راضية أسافر يعني. شو رأيك في الموضوع؟ يعني أنت زوجتك في لندن وحضرتك قاعد فين؟ أنا في الإمارات. أنت في الإمارات وهي في لندن. ووالدة والدة حضرتك رافضة ان انت تروح لزوجتك في لندن، ده اللي انا فهمته من السؤال. طيب ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجة، عايز اقول لحضرتك حافظ على زوجتك وما تزعلش والدتك، يبقى احنا كده نتوسط في المسألة، اما ان انت تجيب زوجتك من لندن تعيشها معك في الامارات، واما ان انت بالحسنى كده تقنع والدتك ان انت ما ينفعش تسيب زوجتك لوحدها عايشة في لندن، لان الاصل ان انا ما ينفعش اسيب زوجتي لوحدها في بلاد المسلمين، امال ينفع اسيبها في بلاد الغرب؟ ده من باب اولى، ممكن هناك عياذا بالله ممكن يحصل لها اي حاجه، يحصل لها اي مشكله، فما ينفعش اسيبها لوحدها. فربنا يبارك فيك، اما ان انت تجيب زوجتك من لندن تعيشها معاك، واما ان انت تقنع الوالده الكريمه ربنا يحفظها ويبارك لك فيها يا رب العالمين، باسلوب جميل كده ان انت تروح لزوجتك وتنزل والدتك طبعا كل فتره عشان تطمئن عليها، ربنا يحفظك يا اخي الحبيب. الاخت سحر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا اخت سحر. حضرتك شيخ محمود؟ نعم ان شاء الله. انا مبسوطه اولا كتير قوي قوي ان انا بكلم حضرتك. الله يعز حضرتك ويبسطك يا رب كده برؤيه النبي يا رب العالمين. انا بس عندي مشكله. لو ممكن بس تعلي صوتك شويه يا اختي سحر. حاضر. انا بجين، انا عندي مشكله. انا كنت كتب كتابي. نعم. وانا في اخر سنه في الجامعه كتب كتابي على انسان انا ما شفتوش، بس انا كتب كتابي عليه لان هو يعني كانت معرفه قرايب واحنا عارفين اهله، هو انسان محترم والكلام اللي احنا بناخده في معرفتنا ده يعني. نعم. وبعدين كتبنا الكتاب على اساس ان انا هسافر له عروسه، وبعد كده حصل منهم مواقف يعني مش تمام، مواقف جامده مش تمام يعني. انت ما جلستيش معاه قبل كتب الكتاب؟ ما شفتوش خالص والله. خالص؟ والله والله لحد الوقت ده يمكن بقى لنا بتاع 6 7 سنين انا ما شفته. سبحانك يا رب. المشكله بقى يا شيخ محمود ان انا بواجهه بعد كده، لان نعم. انا بتعامل كان انا مطلقه ومعايا قسم الطلاق. نعم. المجتمع بيظلمني يعني. انت الان حضرتك يعني ما زلت على ذمته ولا خلاص انفصلت؟ لا احنا انفصلنا، اتطلقنا. أيوة. طبعا اتطلقنا يعني حصل حاجات كثيره يعني انا. نعم. بس مش حابه ادخل في تفاصيل. حصل مشاكل يعني. يعني. نعم. حصل حاجات كثيره يعني كان في هو اصلا المفروض الحوار ده دلوقتي على تليفون على التلفزيون مباشر. نعم. يعني الحوار ده على تلفزيون مباشر دلوقتي. مباشر، لان ما فيش داعي تذكر التفاصيل يعني، مجرد بس ان حصل عقد وبعدين حصل انفصال بسبب مشاكل. السؤال طيب المشاكل اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ احتسب عند الله سبحانه وتعالى. اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، انا عايز اقول حاجه، ما ينفعش واحده تتجوز واحد ما شافتوش،
لابد. امال ايه؟ امال ايه بقى الرؤيه الشرعيه؟ ان الراجل الاخ يروح او العريس اللي راح يتجوز بيروح يقعد مع الزوجه او الاخت الفاضله وهي في وجود محارمها، سواء ابوها سواء اخوها اي عمها اي حد، وبتقعد بيقعد معاهم ويتكلم معاها وتتكلم معاه، وممكن ما يقولش رايه من اول لقاء، ممكن يقول لهم يا جماعه محتاج اقعد مره ثانيه، وممكن محتاج اقعد مره ثالثه، تمام، لحد ما يتاكد ان هو سواء عايزه او مش عايزه، ويكون هنا الذوقيات بقت تتدخل، يقول لهم يا جماعه جزاكم الله خيرا، انا سعيد جدا بهذه الاسره الكريمه المباركه، وانا هستخير ربنا والاخت تستخير ربنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر الخير بيننا، وان لم يقدر فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقها واحد افضل مني، لان لو ربنا ما قدرش يبقى اكيد انا اللي ما استاهلهاش. الذوقيات، مش بقى يروح ويصلي صلاة الاستخارة وبعدين يرجع يتصل لهم بنتكم ما عجبتنيش. لازم يا جماعة نحافظ على ألفاظنا واحنا بنتعامل مع الناس. عيب قوي قوي ان انا اسمع واحد بيتصل بي يقول لي مثلا، ده انا بدي مثال، انا بنتك مش عجباني لان بنتي دي عندي سما، ما ينفعش تقول لي عن بنتي كده. فلازم احنا يعني ناخد بالنا من هذه المسائل. وانصح اي اخت ما تتجوزش الا لما يكون في جلسه شرعيه كده، حتى لو مره اتنين تلاته في وجود المحارم، عشان بس يبقى في تعارف على الشاب ده وعلى اسرته. ونقطه مهمه جدا، حاجتين لازم نركز عليهم، الشاب ده علاقته بربنا ايه، ده رقم واحد. رقم اتنين، علاقته بام وابوه ايه. لو كان عاق انا ما انصحش اي واحده في الدنيا تتجوز واحد عاق الوالديه، اللي ملوش خير في ام وابوه ملوش خير في حد ابدا. ده مبدا عندي، معلش يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. مين الاخت اميره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا بحب جدا اتفرج على البرنامج بتاع حضرتك. ربنا يعز حضرتك. وحضرتك كنت سبب ان انا لبست النقاب. ما شاء الله، ربنا يتقبل. بقالي 4 سنوات كده او اكتر كنت حضرتك اديت درس وبعدين لبست النقاب الحمد لله وثبت عليه. ربنا يبشرك بشرة خير يا رب العالمين. يا رب العالمين. كنت عايز اسال حضرتك، انا قدامي جاره مسيحيه. نعم. ساعات لما بخرج في الشباك وهي بتكون واقفه بيكون عيدهم او كده، وهي دايما تهنيني بعيدنا وكده، فانا مش عارفه اهنيها في العيد بتاعها ولا لا. ربنا يبارك فيك يا اختي اميره. سؤال ثاني معلش، انا اتفضلي اتفضلي. انا اختي كانت انجبت 3 مرات ويعني كان كل مره البنت تتوفى، يعني المهم ان هي كام رمضان كده تفطر فيهم بسبب الحمل. نعم. وهي تقريبا حامل دلوقتي. نعم. فعليها حوالي 70 يوم، فمش تقدر تصوم عشان الحمل، تعمل ايه؟ طيب هي بسيطه جدا، هي عموما خلاف العلماء في موضوع الحامل والمرضع، خلاف طبعا بين اهل العلم. بعضهم بيقول ان الحامل والمرضع لو ما كانتش تقدر تصوم، لان ممكن تكون حامل وما شاء الله صحتها قويه وتقدر تصوم مفيش مشكله خالص يعني، لكن قالوا عموما لو الحامل او المرضع مش قادره تصوم، فبعض اهل العلم قالوا طبعا هي هتفطر، مثلا لو مش قادره طبعا هتفطر، لكن الخلاف في حته بقى هل هي هتقضي ولا هل هي تفدي. فطبعا بعضهم قال تقضي لو تيسر لها فيما بعد القضاء، وان لم يتيسر لها يعني تطعم عن كل يوم مسكين. وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال يا رب العالمين، ويجعلنا دايما كده حريصين على ديننا وحريصين على معرفه احكامنا الشرعيه. ربنا يبارك فيكم. الاخت اسماء من مصر، انا اصلي واصوم واحافظ على ورد من القران، ولكن هناك ذنب كلما اتوب منه ارجع له مره اخرى. عايز اقول لحضرتك حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني النبي عايز يقول إن كل واحد له نقطة ضعف، وأحيانا يقع في الذنب، وكتير من المسلمين ما عندهمش كوكتيل ذنوب، انما هو عنده ذنب واحد فقط بيقع فيه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبعدين غصب عنه يعني يقع فيه مره ثانيه بلا قصد وبلا تعمد، ويتوب ويرجع ثاني، ما ييأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ويتوب برضه. زي ما النبي قال في الحديث الثاني الذي رواه البخاري ومسلم، قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. هذا الحديث لا يحض الناس على الذنب، وإنما يحض الناس على التوبة التي بعد كل ذنب. أم أحمد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو السلام يا شيخ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. إزي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. الله يخليك. أنا عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي، تحت عمرك يا أم. أنا
في بيت عيلة مع يعني 4 شلايخ اخوات جوزي. نعم. متجوزين، فأنا عايزة ألبس النقاب. نعم. يعني حرام لو مثلا رحت بيه مشوار كده أو عند أبويا مشوار كده كده، بس في البيت ألف طرحة صغير عادي؟ ما أنا هقول لحضرتك حاجة، ربنا يبارك فيك يا أم أحمد. بالنسبة لموضوع بيوت العائلات، يعني واحدة قاعدة مع جوزها ومعها إخوات جوزها الشباب، لو هتلبسي النقاب يبقى هتلبسيه قدام الكل، ولو هتعيش من غير نقاب يبقى هتعيش من غير نقاب وخلاص. انما عشان ايه؟ عشان ما اقدرش انا اقول لك حكم شرعي ان انت هتلبسي النقاب قدام الاغراب وتخلعيه قدام اخوات جوزك، لان اخوات جوزك برضو اغراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء، فقالوا له يا رسول الله ارايت الحمو؟ الحمو ده اللي هو اخو الزوج قريبه ابن خالته ابن عم. قال الحمو الموت، وكررها 3 مرات. يبقى لو هتلبسي نقاب يا ام احمد هتلبسيه قدام كل، طبعا ما عدا زوجك واولادك وحماكي ووالدك واخوك اللي هم محارمك، على ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ام هاجر السلام عليكم. سلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا سعيده جدا اني بتكلم معاك. ربنا يعز حضرتك ويسعد قلبك يا رب. بنسألك للزوج بتاعي. نعم. ما يصليش الجمعه. نعم. بيصلي وين ما نبغى نصلي الجمعه يزعجني واحد. بيصلي الصلاه الخمس. يزعجوا. بيصلي الصلاه الخمس وما بيصليش الجمعه؟ ايه، انا عنده يزعجوا في صلاه الجمعه، عنده ازعاج. عنده ايه؟ ازعاج من عند الناس. واحد يزعجوا هكا. نعم. هذه هو رايت في كذبك ووتيه. هو بيقول صلاة الجمعة ازعاج؟ هو رايت نفسك، هو ما يبغيش يصلي الجمعة. ما بيحبش يصلي الجمعة. طيب. صح، الناس قال لك يزعجوني، واحد يقول لي نزغاد، واحد يقول لي هكا. سبحان الله. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أم هاجر. برضه باللين ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يعني الاصطبار. حضرتك يعني لو هو بيصلي الصلاة الخمس والجمعة بيسيبها، طبعا الجمعة فرض، لكن عايزين نقول ان احنا نذكره بالله سبحانه وتعالى ونعرفه أجر الصلاة في يوم الجمعة، ونعرفه أن من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا طبع على قلبي. وبعدين ربنا يعفونا عافيكم يا رب العالمين، ده كمان ده بيشهد له بالنفاق ما في الحديث الآخر. فإذا لازم نعرفه الأول فضل ثواب صلاة الجمعة. واظن احنا في درس انا مجهزه لكم، كنت انا جهزت لكم طبعا مجموعه دروس كبيره جدا عن الصلاه وفضل الصلاه وصلاه الجماعه وقيام الليل، وعملنا مجموعه دروس عن الصلوات، وكان فاضل درسين ان شاء الله قريبا نقوله لكم، اللي هو صلاه التطوع، جميع انواع صلاه التطوع عملها لكم في درس، وصلاه الجمعه لوحدها عملها لكم في درس ان شاء الله قريبا، نبقى نكلمكم عن صلاه الجمعه. لكن انا بنصح اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيه ان صلاه الجمعه مش تاخد منك شيء. ربما احيانا وانا اشهد بهذا ان بعض الائمه بيشقوا على الناس مشقه غير عاديه. انا واحد من الناس، انا بخطب جمعتي، واللي بيحضروا لي عارفين جمعتي بخطبها في 1/3 ساعة، ثم بعد ذلك انزل ادي درس. ليه؟ على اساس اللي حاضر الجمعه انت مجبر ان انت تقعد تحضر الخطبه، انما بعد الخطبه انت حر نفسك، عايز تحضر الدرس اقعد، عايز تحضر نص الدرس، مش عايز تحضر خالص، انت كده حر طريق. فانا بعمل حساب ظروف الناس المريضه، الناس الكبيره في السن، اللي عنده مشغوليات، اللي عنده، فبخلي خطبتي في حدود 1/3 ساعة. وهذا من 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 فقه الخطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقه الخطيب قصر خطبتي وطول قراءتي. يعني من فقه الخطيب ان هو يقصر في الخطبه ويطول في القراءه. أنا بأثر في الخطبة وبأثر في القراءة كمان، يعني رفقا بالناس عشان الناس تكون صلت الجمعة وخدت الأجر. ربما هو يكون وأنا في يوم من الأيام في مسجد من المساجد بصلي، فصليت الخطبة الجمعة 1/3 ساعة، فواحد قال لي ربنا يكرمك الله يبارك في عمرك، والله العظيم خطيب الجمعة اللي فات قعد بينا 1.5 ساعة لحد ما قمت صرخت في المسجد. قلت له طبعا الكلام ده ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش نطول. فربما هو يكون صلى في مسجد أو 2 طوله بالمنظر ده فتعب، فممكن يبحث عن مسجد يكون خطيب يعني ما بيطولش بيه ويصلي جمعه وما تحرمش نفسك من الاجر. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت زينب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله
فضيله الشيخ. ربنا يعز حضرتك ويبارك. والله فضيله الشيخ انا يعني عارف انا بسعد جدا لما اكلم حضرتك واشوفك والله يعني الله ربنا يجمعني واياك واياك في الجنه ان شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخ احنا بنحبك جدا جدا والله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. ربنا يكرمك وينفع بيك دايما ويزيدك علما وتواضعا. اطلب منكم بس تدعوا لي بالشفاء. ربنا يبارك فيك. ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك دائما يا رب. امين يا رب. ربنا يصلح حالك يا رب. امين يا رب. ويبارك لك في ذريتك واولادك. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا اختي زينب وجزاك الله خيرا. مش عارف اقول لحضرتك ايه والله يعني انا عاجز عن كلمات حضرتك وذوق حضرتك. وربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجمعنا واياكم في الجنه رب العالمين. مين الاخت نعيمه؟ السلام عليكم اخت نعيمه. السلام عليكم. السلام عليكم. طب اتصال قطع. الاستاذ هواري بيقول عندي مقدار من المال في البنك وانا عاطل عن العمل منذ 3 سنوات واعيش بهذا المال، فهل يجب ان اخرج الزكاه على هذا المال؟ عايز اقول حاجه، اذا كنت حضرتك حاطط مالك في بنك اسلامي وفي ريع في فوائد طالعه فيجوز ان انت تاخد الفوائد دي وتنتفع بيها وتاكل وتعيش بيها، لكن لو ان قدر المال اللي انت حاطه في البنك هذا القدر عدى النصاب ومر عليه سنه فيجب عليه الزكاه سواء ان حضرتك بتقول هو ده مصدر الوحيد او غير ذلك. فالاصل ان المال ما دام عدى النصاب او بلغ النصاب وعدى عليه سنه الاصل لابد ان يخرج فيه الزكاه. وما تخافش الزكاه مش هتنقص فلوس، يمكن تنقصها في العدد لكن هتبارك في قدر المال وفي قيمتي وهتبارك في حضرتك وتزكي نفسك وتدفع عنك المصائب والبلاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقه السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه جامده جدا وفاضل 3 دقائق بس ندعي فيهم ان شاء الله في عجاله سريعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أرض مصر صبا صبا ولا تجعل عيش أهلها كدا كدا. اللهم بارك في كل بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. يا رب أغث إخواننا في سوريا. يا رب أغث إخواننا وأهلنا في سوريا. يا رب إنك تسمع وترى وتعلم ما يحدث لإخواننا في سوريا من تلك المذابح التي تمارس على أرض سوريا ليل نهار. يا رب يا رب نسألك وأنت العظيم في عليائك يا رب العالمين أن تفرج همهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مظلومون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك، عجل بنصرهم ولا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.